وبتدخل بقى الاثنين لعيبه ارض الملعب عشان يعملوا عمليه الاحماء قبل بدايه المباراه. مريم متولي لعيبه اللي على الناحيه اليمين، وهنا رمضان لعيبه على الناحيه الشمال. اثنين لعيبه مصريين واعدين الحقيقه، بنتمنى لهم التوفيق. كل لعيب دلوقتي من حقه دقيقتين ونص على كل جانب من الملعب يقدر يسخن فيهم. بمناسبة بقى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بلعبة الاسكواش، دكتور أشرف صبحي يعني عمل بقى حاجة جميلة الحقيقة، مشروع قومي للموهوبين الاسكواش اللي بيلف حوالين مصر كله، مصر كلها بي 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 طبعا بيختار اللعيبة الموهوبة في لعبة الاسكواش بقيادة طبعا النجم كابتن أمير وجيه المدير الفني لمنتخب الرجال والسيدات، اللي عامل مجهود الحقيقه كبير جدا علشان يفرز اللعيبه الموهوبين في مصر، ووزاره الشباب والرياضه تهتم بيهم. مشروع القومي لموهوبي الاسكواش، فكر الساده المشاهدين مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس، بنذيع لحضراتكم مباشره وحصريا بطوله بلاك بول سكواش اوبن 2020 للسيدات. مجموع جوائزها 180 ألف دولار، واحدة من أكبر بطولات على مستوى العالم. بنلعب النهاردة في الدور الأول واليوم الأول للبطولة. المباراة اللي قدامنا دلوقتي ما بين مريم متولي وهنا رمضان. شايف بقى عمرو خالد بطل عالم ناشئين السابق وأحد منظمي البطولة، اللي بيعمل الحقيقة مجهود كبير جدا عشان البطولة تخرج بالمنظر المشرف ده. بنوجه له التحية طبعا عمرو خالد. مريم متولي 23 سنة، دخلت منظمة المحترفين 2011، لعبت 143 ماتش في مشوارها الاحترافي، نسبة الفوز 55%، قدرت توصل لاثنين نهائي في البطولتين وقدرت تفوز بالبطولتين دول. لعيبة كبيرة جدا الحقيقة مريم متولي. بالمناسبة أخوها طبعا أحمد متولي كان لعيب كبير جدا في نادي سموحة، عائلة يعني أنجبت لعيبة كبار. شوف كده مين هيبقى معاه الإرسال. هنا بترفع ديها، هنا اللي هتبقى معاها الإرسال بداية الشوط الأول. شايف كده مريم لسه في أرض الملعب تضرب كورتين كمان، حاسة إن هي لسه ما سخنتش قوي، لكن بتطلع بقى تاخد التعليمات الأخيرة قبل بداية المباراة. ماتش ده كابتن طارق ماتش اسكندراني. يعني بطلة نادي سموحة مع بطلة نادي صراع اسكندراني، بس في فرق في السن يا كابتن طارق، يعني
مريم طبعا يعني اكبر شويه من هانا. They will start in 15 seconds. 15 ثانيه ونبدا اللقاء. نتفرج بقى على انا بصراحه بقى لي زمن يا كابتن طارق ما شفتش هانا يعني لايف, يعني بقى لي زمن حوالي يعني اكتر من 8-9 سنين يعني. لا تطور في المستوى الحقيقي ملحوظ يا كابتن محمد, الاثنين لعيبه واكيد هنشوف مباراه رائعه. هانا رمضان لعيبه اللي معاها الارسال لابسه الطقم الاخضر, ومريم متولي لابسه الطقم الاسود. نبدا مع بعض الشوط الاول. نقطة جزائية لصالح مريم متولي, يعني بذكاء كده تقف ورا هنا ترفع ايديها تاخد ستروك ونقطة جزائية. واحد لا شيء, ضايع هنا كده كرة صيدول. لسه بقى كابتن محمد مرحلة جس النبض او لسه ما دخلوش في مود الجيم. هي بص مريم مش هتحاول ما تديش فرصة لهنا ان هي تخش في الماتش بدري, عشان انا معروف عنها الحماس والقتال في الملعب. فمريم طبعا هتكون حريصة جدا ان الماتش ما يطولش على قد ما تقدر, تستغل خبرتها. دروب شوت حلو قوي من هنا جنب الحائط الجانبي للملعب ما تلحقش مريم. مرة ثانية هنا بقى حست ان مريم هتبقى الكور اللي قدام دي بتحط عليها ضغط كبير. 2-2. ضيع بقى مريم كده كرة من الفولي, كنت عايز تحطها عكسية الناحية التانية لكن تيجي في الداون. 3-2. أول تقدم بقى كده لهنا في الشوط الأول, بتخطف مريم على طول فولي دروب شوت سريع مش متوقع خالص. 3-3. اوه كرة قاتلة. 4-3. هانا بتخش في الماتش. الله الله, وبترد عليها مريم على طول, ترد عليها مريم بكرة سيرف اوت. مصدقها على فكرة مريم. 5-4. نقطة بنقطة ماشيين. هارد لك كرة لازقة في الحيطة بتطلع بتطلعها مريم بس داون توصلش. سبعة أربعة. مريم برضو يعني في سنة يعني تقل سنة. أوت. 7-5. أنا رمضان 22 سنة, تصنيف 67, بداية احترافه سنة 2014. مريم متولي 23 سنة, فرق سنة واحدة, بداية احترافها من 2011. تصنيف مريم 34, في فرق في التصنيف طبعا, مريم أعلى. الله الله, حلو قوي فولي دروب شوت قدامها على الباك هاند, تتقدم تقلل الفرق مريم متولي 6-7.
تضغط هنا. هايلة بس بتضيع. تشجع نفسها. مارين بتهدي اللعب على قد ما تقدر بخبرتها. بتهدي اللعب. من مصلحة هنا ان اللعب يفضل سريع. عشان كده بتخلص على طول. ذكية جدا. تروح تاخد الكرة بسرعة وتلعب بسرعة. على عكس مريم لما تكسب البوينت تهدى نطت الكرة بالراحة. يعني استراتيجيات كل واحد حسب جسمه وجاهزيته الفنية والبدنية. ذكية جدا مريم. تلعب كرة بوستها كده في آخر من آخر الملعب لقدام. تقراها بسرعة هانا رمضان بمنتهى الذكاء وتحطها قدام. ضايع كرة تانية برضو. استعجال شوية. مريم. مضيع 4 نقط لغاية دلوقتي يا كابتن طارق. 10-7 لهانا رمضان. تلعب بوستها حلو قوي. مستعجلة السنة. كرة ضاعت. عشرة تمانية. النقطة دي مهمة جدا جدا. مريم متولي لازم تحافظ على النقطة دي. النقطة اللي جاية عشان تنقذ الجيم. مهمة قوي ان هي يعني الجيم الاولاني ده بياخده في النص. لما يكون الاتنين لعيبة من نفس البلد ديربي زي ما بيقولوا بيبقى الجيم الاولاني ده مهم جدا. يدي ثقة طبعا. ليد بول. تداخل بين الاثنين لعيبة. مريم متولي يعني عانت فترات كبيرة جدا من ال بتعاني جدا. كانت بتعاني من كذا اصابة. ربنا يحميها كده ان شاء الله ودايما تبقى في احسن حال. تشتكي من الصوت طبعا على قد ما يقدر الحكم ان هو بيحاول يهدي الناس بس يعني ملهاش اي لازمة. حاسس في اصابة يا كابتن محمد. هي يعني مش عايز اقول كده انا مش ما عنديش المعلومة بس يعني هي يعني واضح من حركتها كده حركة مش هي دايما معرفش البنت دي دايما يعني في دايما مشاكل تصاب كتير للاسف يعني من الخامات اللي يعني كانت يعني ما شاء الله يعني من الخامات اللي مصر انجبتها تالنت جدا وروح قتاليه عاليه جدا. يمكن الاصابات دي بس يعني هي دي لو تم علاج الموضوع ده بمنتهى تركيزها كده البنت دي هتكون في حتة تانية لا تقل عن بطلات الصف الأول بتاعها. حداشر تمانية. هنا رمضان تقدر تفوز بالشوط الأول زي ما احنا شايفين مع حضراتكم على الشاشة. ماشيين تقريبا نقطة لكن هنا قدرت من 4-4 تطلع ل 7-4 لكن ترجع تاني مريم 7-7 تتعادل وترجع تاني هنا تاخد 3 نقاط ورا بعض 10-7 وتقدر في الاخر تخلص الشوط 11-8. هنا دخلت ارض الملعب بدري شوية كده يعني نقدر نقول بقى كابتن محمد دلوقتي هنا قادرة لغاية دلوقتي تفرض شخصيتها على المباراة
وطريقة لعبها، يعني عارفة ان مريم بتتضايق شوية بالكور اللي قدام دي وحركتها مش احسن حاجة، بتعرف تحركها كويس قدام. بص هتلاقي هنا دايما مستعجلة على اللعب، مش عايزة توقف، هي دي طبيعتها، حماسية جدا، ما بتحبش تهدى، هايبر جدا في الملعب. اللايت سيستم شغال طبعا، فطبعا يلا هنبدا الجيم الثاني بقى. متفرج المدربين، الاثنين مدربين قالوا ايه. تخطف واحده كده مريم كده بتاخد فولي دروب شوت، تشجع نفسها بعديها. بتضيع هنا كرة في الداون كده من الفولي، اتنين لشيء، مريم متقدمة في الشوط الثاني. واحدة كده لاكي كده 3-0، عكس ما كنت متوقع. كنت متأكد ان او كنت متوقع ان هانا هتبدأ الماتش بسرعة اللعب معلش، هي وقفت اتزحلقت سنة كده، الحمد لله ان حصل خير، وتخطفها مريم بذكاء كده بمنتهى السهولة كده. واحدة ستروك 4-0. مريم ده متحمسة 5-0، وهنا مستعجلة، خبرة هنا بقى. ولد هايلة 6-0، يعني كرة جانبية كده حلوة قوي من مريم. 6 ده شيء لصالح مريم متولي، نتيجة غريبة شوية في الشوط الثاني. مريم مش عايزة تغلب، مريم مش عايزة تغلب المرة دي النهاردة. نقطة جزائية لصالح هنا، من أذكى اللعيبة اللي في الملعب مريم متولي يا كابتن طارق. طبعا هتلعب بمنتهى الذكاء عشان تخلص الجيم بمنتهى السرعة، عشان لو لا قدر الله في حاجة في جسمها ما تبقى عدت بالماتش. يعني بتزعل نفسها طبعا دلوقتي، عارفة أهمية كل نقطة في الشوط ده، خصوصا ان هي متقدمة في السكور او في النقاط. شد الله يا مريم، كرة حلوة قوي الحقيقة، بتهدي اللعب خالص مريم، بالراحة جدا جنب الحيطة وبالراحة بتزق. يعني طبعا التكتيك ده طبعا يعني ذكي جدا، فرق السرعات دلوقتي مش في مصلحة مريم كده، هتلاقي بتبطئ الكورة وبترفع. 7-3 يسلت كرة معادة، لسه مريم متقدمة في الشوط ده 7-3، وهنا متقدمة في الأشواط بشوط للا شيء. الله، عجبني قوي لعبة مريم الجيم ده كابتن طارق، يعني غيرت الـ حتى الروح والوقفة والتخليص، لا يعني مختلفة الجيم ده بصراحة. بتلعب بتكتيك كده، عارفة ان هي هترتاح لما تلعب اللعبة ده،
خصوصا انه واضح جدا على حركتها ان هي الحركه مش احسن حاجه. الله يا مان الله هايل يعني دروب شوت كده بقى يعني خير الكلام ما قل ودل. خلص على طول عشان ايه تأثر البوينتس تخطف الجيم التاني. يبقى النتيجة 1-1 لسه الجيم في الملعب لسه هنا مش هتستسلم لسه احنا عايزين متعة عايزين ماتش جامد. عشرة اربعة وان سايد جيم اول جيم وان سايد جيم تاني جيم ايه رأيك؟ يعني عندي احساس كده ان هنا ممكن بقى ترمي دلوقتي وهتبتدي تركز من الشوط اللي بعد كده. لكن بترد بقى على طول عليا هنا بكورة كده دروب شوت عكسي مش متوقعة خالص الحقيقة. لا مش هنا اللي هترمي، هي هنا هتفضل تحاول تستنزف مريم على قد ما تقدر. مش شخصيتها خالص، ما هي ترمي دلوقتي باين قوي. ده مش لعب هنا اللي كانت بتلعب، بس هي بتأثر يعني بتخلص الكرة في السريع كده وزي ما تيجي. ستة عشرة برضو غير أربعة عشرة كابتن طارق. شكرا أنا كده سكت. يعني مريم بقى بخبرة كبيرة كده تحسم الشوط الثاني لصالحها. مش عاجبها هنا طلع زعلانة كده من نفسها. بس أعتقد يا كابتن محمد الشوط الثالث هيبقى فيه لعبة مختلف تماما من هنا عكس الشوط الثاني. انا كابتن ناصر زهران وكابتن عمرو خالد بطل العالم السابق رايحين ورا مريم كده. اعتقد تكتيك مريم هو التفوق الجيم ده. والبدايه الشوط كانت مهمه جدا بالظبط، خطفتها اول 3 4 نقط كده وضغطت عليها ولعبت بقيه الجيم مستريحه. يعني بعد اللقطات كده بقى من الشوط الثاني انا محتاجه تلعب ماتشات بطولات كتيره على المستوى ده. اكيد برضو ممكن يعني تعمل طفره كبيره في مستواها. الماتشات دي هتديها ثقه جامده قوي ان هي تخش تلعب مع المصنفات يعني الكبار، خصوصا ان هي لسه في بدايه مسيرتها، لسه صغيره ولسه في بدايه مسيرتها. 8 دقائق الشوط الاول، 7 دقائق الشوط الثاني، نلعب بقى لنا 16 دقيقه في المباراه، 20 ثانيه ونبدا مع بعض الشوط الثالث. شوف بقى هنا هيبقى ليها رأي تاني دلوقتي وتغير نتيجة المباراة لصالحها، ولا مريم هتفضل محافظة على خطتها. الحقيقة نجحت بشكل كبير جدا الشوط التاني وقدرت تفوز بيه. توقعاتك كابتن طارق اللعب هيهدى ولا هيتسرع؟ عندي احساس لو هنا لعبت بنفس الشكل بتاع اول جيم وركزت قوي في اول الشوط ده هيبقى ليها الافضليه. مريم كانت قدامها الملعب فاضي ولعبتها لهنا بمنتهى السهوله، هي بتقول الحكم نفسها. نبدا بقى الصراع. ذكيه جدا مريم، يعني الحقيقه بتعرف تكسب نقط مش محسوبه. 1-1 صراع بين السرعة والهدوء أو التركيز. سرعة هنا حماس مريم الذكاء والخبرة والتعامل بحنكة في كل أرجاء الملعب. الله 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 هاي ماتش حلو قوي كابتن طارق. يعني الحقيقه مريم حطت كوره زي ما احنا شايفين كده من الفولي على طول دروب شوت هايل ما تلحقهاش هنا.
يعني خبرة بقى من مريم كده، عارفة تتعامل في الوقت ده يا كابتن محمد. يعني لسه كنا بنقول توقعاتنا لو هنا لعبت بنفس أداء الشوط الأول كان الموضوع هيبقى صعب على مريم، خصوصا ان احنا لسه ما شفناش مريم في مستواها البدني اللي احنا عارفينه عنها. والله يا كابتن طارق هي اتعاملت في الجيم التاني حلو جدا وماشيه كويس، ويعني اخطائها قلت عن الجيم الاولاني خالص. ابتدت تتعامل مع هنا تحت تسيطر عليها يعني، او تخليها تحت السيطره. تكتيك ده ذكي جدا، ان انت تتعامل ازاي مع لعيب يعني حماسي وسريع وقوي وعايز يضرب الكوره على طول وبسرعه، ازاي تتعامل معه وتحركه وتكسب منه بوينتس كتيره بدون ما تستهلك بدنيا يعني. اتنين خمسة، هانا مش مستسلمة، هي عادة ما بتستسلمش، بس الخبرة بتاعت مريم دلوقتي لغاية دلوقتي متحكمة. الله الله، يعني كرة حلوة قوي بقى من هنا، الكرة اللي فاتت دي بتوقف ايديها كده وتحط دروب شوت عكسي مش متوقع خالص، بتضيع بقى من الفولي. الكرة كانت مهمة جدا بالنسبة لهنا الكرة اللي فاتت دي، لكن فيها سنة استعجال تصبح النتيجة 6-3. مريم لحد دلوقتي قادرة بكل ذكاء الحقيقة تودي الشكل المباراة للشكل اللي هي عايزاه، او بتلعب بالخطة اللي تريحها بالظبط كده. وهنا مريحها بصراحة، مضيعة 3 كور unforced errors بمنتهى السهولة. 7-3 تقدم في الجيم التالت. هنا مدية الفرصة، تمانية تلاتة، الجيم التالت. مرة كمان هانا بتضيع، هتندم على الكور دي يا كابتن طارق، هانا هتندم على الكور اللي بتضيعها بسهولة دي. طبعا، وانا عاجبني الحقيقة مريم جدا ان هي وهي مش في افضل حالاتها عارفة لغاية دلوقتي تتعامل مع المباراة بشكل رائع. بالظبط، شايفين ايه تربيطات الرابطة لازقة كده على ركبة مريم، ده اكيد مكان الإصابة. بتستخدم كل أركان الملعب بمنتهى الذكاء. يا ولد يا ولد، تفتح الملعب بسايد وول، الله عليك يا بنتي، هايلة. لا هي جاهزة جاهزة فنيا وذهنيا يا كابتن طارق، يعني يمكن بدنيا مش أحسن حاجة، بس الفنيات بتاعتها بتطغى على أي مشاكل عندها، لو في مشاكل أصلا يعني. أوه معلش، أرضك. أنا ابتدت تحافظ على كورتها شوية. الله يا مريم، يعني مريم بقى بتخطف كده سايد وول، كرة جانبية سريعة ما تلحقهاش هنا. يعني مريم بقى بتكسر كل توقعاتنا يا كابتن محمد. أنا يعني حقيقة مبسوط جدا بالمستوى بتاعها، يعني واقفة على كل كورة، متحكمة جدا خصوصا في الجيم التاني والتالت، طبعا متحكمة جدا في اللعب، بتحرك الملعب بشكل شيك، بشكل يعني جميل، تحط كور زي ما هي عايزة. يمكن الأخطاء بتاعتها قليلة جدا، قلت جدا عكس هنا ادت فرصة لمريم ان هي سهلت لها المهمة يعني. غير ان التكتيك بتاع مريم بلغة الاسكواش راكب على التكتيك بتاع هنا، الهدوء والذكاء في الملعب
يعني مسيطر على الحماس والقوة والسرعة، بلس ان في سنة اخطاء من هنا، يعني شايفين النقط اهي، 5 نقط ورا بعض لمريم، نقطتين، 4 نقط ورا بعض، تطلع النتيجة 9-3، خلاص الماتش الجيم خلص يعني. فده ده الذكاء اللعيب يعني. نشيد طبعا بالكابتن مريم طبعا. هنشوف بقى الجيم الرابع ايه اللي هيحصل، هتتعامل ازاي هنا مع الموقف. يمكن الحالة البدنية لمريم دلوقتي هي اللي هنا هتخش، يعني هتكون اجريسيف جدا في الملعب، هتكون عنيفة جدا عشان تحاول تاخد تخطف الجيم ده. مريم بقى المفروض ان هي تتعامل برضو بنفس الذكاء اللي اتعاملت فيه في الجيم التاني، ونفس الهدوء. هنشوف بقى برضو الصراع مين اللي هيشد الجيم ناحيته. دخلوا اللعيبة أرض الملعب دلوقتي عشان نواصل الشوط الرابع. مريم متولي متقدمة بشوطين مقابل شوط واحد لهنا رمضان. نبدأ ضربة الإرسال مع مريم، بتطلب مريم الكورة، حكم بيقول نولت بدري قوي يا مريم، تطلبي يعني الفيديو مريم اول بقى نقطة. بتطلب البلاي ريفيو في أول نقطة في الشوط الرابع. يعني هنشوف بقى كده. حاسس ان هي ممكن تبقى ستروك، حاسس بكده. انا لعبت ووقفت هشوفها تاني. ادي واحد ممكن فعلا تبقى نقطة جزائية، بس هنشوف الحكم يعني رأيه ايه. يعني هو الحكم برضو شافها، حكم الفيديو هو شاف ان مريم اكيد ما عملتش مجهود كفاية عشان تروح كويس ان انا ما للكورة. قلتش ستروك، انا كنت لسه هقول ستروك. يعني واحد لا شيء، هنا تتقدم في اول نقطة في الشوط الرابع. انا لو من مريم بقى ما فكرش خالص في النقطه دي، اكنها ما اتلعبتش يعني. ما فكرش بقى في الفيديو ريفيو اللي راح ولا حاجه، لا انا افكر دايما ان انا بقى ايه اكمل يعني. ده النقطه اللي انا بتكلم فيها بقى، التركيز يعني مهم جدا. اللعيب ما يدلدلش كتفه كده ويستسلم. يعني ستروك فاول بلغة الاسكواش، خبطتها في كتفها، بس بتحسب على اللعيب اللي اتخبط، طالما ان هو دخل في السوينج او موسعش. الضربة بتاعت اللعيب الخصم، ما وسعش للكرة زي ما الكابتن طارق بيقول. كورتين في الصفيحة، في سن التعب دلوقتي يا كابتن مريم محمد. متولية اهو. يعني زي ما انا قلت، الحالة البدنية لمريم هي اللي هتتحكم في الريتم بتاع الماتش الجيمين الجايين او الجيم اللي جاي. تالت نقطة تضيع. هنا طبعا بتروح تاخد الكورة بمنتهى السرعة، وعايزة تبدأ النقطة اللي بعديها بمنتهى السرعة عشان تبتدي تضغط على مريم. رابع كورة في الصفيحة، ستة واحد. هنا بتروح تاخد الكورة متسربعة جدا. تمانية واحد، هنا متقدمة في الشوط الرابع بفرق دلوقتي فرق 6 نقاط. 8-2-8. مريم معاها الإرسال. هايلة يا مريم، ثم السكور
السكور يعني فتح شوية منها، تحاول تلم على قد ما تقدر. بس اعتقد هنا مش هتسيبها. 3-8 هنشوف بقى. في مشكلة فعلا عند مريم يا كابتن طارق، واضح قوي من حركتها، يعني حركتها باينة جدا ان في حاجة. بيبان في تغيير الاتجاهات، بس يعني هي كانت قدامك مش مصدقة نفسها. الكرة كانت قدامها، الملعب مفتوح. 9-3 يعني هنا بقى الحقيقة ما سابتش الشوط ده وبتركز من الاول كده. مركزه قوي مريم على كل الكور تبقى عكسيه، ما اعرفش برستها ليه، يعني ما لهاش اي لازمه. يعني عشرة ثلاثة هنا عندها 7 فرص للفوز بالشوط الرابع وترجع تاني للمباراة، لكن مريم على طول بقى بترد بفولي دروب شوت عشان تصبح النتيجة 14. هايل يا مريم الحقيقة، يعني كرة من الفولي كده بتخطفها مريم فولي دروب شوت ما تلحقش هنا. حاسس بسن استعجال شوية عند هنا يا كابتن طارق، يعني مستعجلة عايزة تكسب الجيم، يعني عايزة عارفة تخلص طبعا، عارفة طبعا أهمية الشوط ده جدا بالنسبة عايزة لها، تخلص. وعايزة تروح للخمسة جيم زي ما بيقولوا. 5 جيم أكيد في مصلحة هنا، لأن مريم شكلها باين أوي التعب عليها، بتنزل كل كورة كده بذكاء كبير، هي عايزة تعد بالظبط. أكبر عدد من النقاط في الشوط ده، مش عايزة تجري كتير. 16. الله يا مريم، يعني الحقيقة بتتعامل جيم غريب جدا يا كابتن طارق، جيم غريب جدا. لت ديد بول كرة معادة. مريم يعني كانت نفسها طبعا في نقطة جزائية تقدر تاخد بيها نقطة كمان، لكن الحكم بيقول لها لاد بول. 17. الله يا هنا، يعني خلصت هنا بقى الجيم، أنا خلصت الجيم. بخبرة كده وفنيات عالية أوي توقف إيديها وتحط دروب شوت على الناحية اليمين الملعب ما تلحقش مريم. يعني يمكن شوط غريب فعلا زي ما انت قلت يا كابتن محمد. بص كابتن طارق، هو يعني الاربع شوط دلوقتي وان سايد جيم، يعني في لعيب بيمسك الجيم من اوله لاخره بيخلص. احنا عايزين بقى نتفرج على الجيم الخامس بقى، ايه صراع بقى نقطه ونقطه، يعني يعني نفسنا طبعا، يعني عايزين بقى الاتنين لعيبه يطلعوا بقى احسن حاجه عندهم الجيم ده. يعني اعتقد بقى المفتاح في الشوط الخامس هو بداية الشوط، لو بداية الشوط حد عمل عليه كنترول او سيطرة من الاول كده، اعتقد ده اللي هيبقى ليه الافضلية ان هو يكسب الشوط الخامس والمباراة. طبعا دلوقتي هنا اعلى معنويات، طبعا هي يعني طالعه من 2-1 داون، او مغلوبه من مغلوبه 2-1، ان هي عدلت النتيجه ل 2-2، وحاسه برضو بشويه تقل شويه عند مريم. فطبعا هي اللي هتبقى، وهيبان دلوقتي ان هي هتخش بدري عن مريم شويه. مريم هتاخد كل وقتها وتاخد كل راحتها لغايه اخر 5 ثواني او 10 ثواني، وهنلاقي ما هنا هي اللي بتستعجل الدخول عشان توري الناس ان هي واقفه على رجلها، ومش الماتش ما مش طويل عليها. دي حته نفسيه كده اللعيبه بتبقى يعني بتعملها. يعني 30 ثانية ونبدأ الشوط الحاسم ما بين مريم متولي وهنا رمضان. نتيجة الأشواط 2-2. داخلة ايه هنا بمنتهى الحماس اهو. يلا يا بنات، عايزين ماتش، عايزين جيم بقى يعني يمتعنا.
الجيم النهائي 2-2. اتفرج بقى معركة سكواشية. الله يهنيك، برافو. يعني كرة دروب شوت كده من هنا بتخطف الحقيقة. الكرة اللي فاتت دي يعني بذكاء كده، كرة دروب كرة لوب. يعني هنا عايز اتحرك مريم في كل حتة في الملعب. يعني بتزعل نفسها مريم دلوقتي كده، بتشجع نفسها، وده وقت مهم جدا الحقيقة. يعني عارفة اهمية بقى كل نقطة في الشوط ده، مش عايزة تخسر طبعا المباراة. الله يا مريم، يعني مباراة ممتعة الحقيقة يا كابتن محمد. طبعا طبعا. 2-2 متعادلين دلوقتي في كل حاجة. 2-2 في الأشواط و 2-2 في النقاط. ترفع كده سربع قوي هنا. يعني الحكم بيحسب بقى كرة معادة ريد بول. هي مريم طبعا كانت عايزاها نقطة جزائية او ستروك عشان خبطت فهنا. الله يا هنا، يعني هنا من السيرف على طول كده تاخد كرة واطية دروب شوت ما تلحقهاش مريم. 3-2. الله ولد يا ولد، هاي الحي. يعني كرة من الفولي كده من هنا بتوقف ايديها وتحط كرة عكسية سريعة. لعبها سلس قوي يا كابتن طور، عاجبني قوي. هايل هايل. عايزة ايه مريم؟ مش عارف. انا كالعادة بتروح تاخد الكرة بسرعة، تبتدي البوينت بسرعة. 6-2. أنا بتقترب ببطء نحو الفوز بالمباراة. مريم بترمي. الله يا هنا، يعني هنا بقى بتستغل أي نقطة ضعف عند مريم دلوقتي وبتحاول تحط عليها ضغط كبير في كل ركن في الملعب. يعني حتى الحكم بيقول لمريم تلعب بسرعة، تعبت طبعا مريم، واضح عليها جدا الاجهاد. في مشكلة في عند مريم، يعني هي بتنزل على الكرة كده. قالت يعني ركبتها وجعها طبعا، باين تضغط على نفسها شوية. انا مستعجلة كالعادة. 3-8. مريم معاها السيرف. انا محتاجة ان حد يتكلم معايا في حتة السربعة دي طبعا عشان تعرف تتخرج كل اللي عندها. عايزة تخطف واحدة ستروك، بس طبعا الحكم ليه رأي تاني. تضرب الكرة. مريم بمنتهى الذكاء بتحاول يعني تستنفذ شوية ثواني وشوية وقت كده، يعني تاخد نفسها. الزاوية دي هتبان الكرة دي، ممكن تتحسب نقطة جزائية. ممكن يعني هتبقى كالعادة الحكم بيفاجئنا كابتن طارق، يعني مش اللي احنا بنشوفه بيبقى. ما هو على حسب الحكم شايف بقى هي داخله على جسم هنا ولا هي كانت عايزه تخش كوره، بس ده اللاين بتاعها. يسلت. يعني الحكم شايف ان ده مش اللاين بتاعها، كانت ممكن تعدي من هنا وتلعب الكوره. 3-8.
لسه كرة معادة نفس السكور 2-2 في الأشواط، وهنا متقدمة في الشوط الخامس 8-3. مريم دلوقتي هتحاول تستغل ذكائها، تضرب الكرة بسرعة وجامد واطي، وهنا بتتجرجر يا كابتن طارق. هنا بتتجرجر بتتسحب منها نقطة بنقطة، بس هي مش ايوه مش هتستسلم، هي مش هتستسلم النقط. الماتش جالها، الماتش جالها يعني على ايديها دلوقتي. 9-4 كان رمضان متقدمة، تبقى فجأة لو هنا كسبت رقمها 67 ولا 34. حلوة قوي من مريم، تضغط هنا مستأسدة بصراحة، هايلة هنا توصل لنقطة المباراة. يعني هنا بقى عندها 6 فرص دلوقتي للفوز بالمباراة. مهم جدا ان هي ما تفكرش في الماتش دلوقتي، ان هي تكسب الماتش. انا عاجبني مريم الحقيقة ان هي قادرة لغاية يعني دلوقتي تكمل، ان هي واضح جدا الإصابة اللي عندها، بس بتحاول تدوس على نفسها لغاية آخر نقطة في المباراة. صراع ذهني دلوقتي يا كابتن طارق. مريم بتحاول، وهنا المفروض ان هي ما تستعجلش. لو مكان هنا دلوقتي تعمل ايه يا كابتن محمد؟ ما انسى السكور خالص، انسى السكور خالص، ده اهم حاجه. لو السكور سيطر على تفكيري ولو 10-5% لعبي هيتقصر. ايوه كده، برافو شاطره. يعني هنا بقى حيلة. الف مبروك لهنا، بكوره ستريت خلصانه كده تقدر تحسم الشوط الخامس والمباراه لصالحها. الف مبروك هنا رمضان، وهارد لك لمريم متولي الحقيقه امتعونا النهارده. 42 دقيقه كابتن طارق من السكواش الجميل.